هذا جهد عظيم استمر على مدى تقريبا 8 شهور بالشراكة مع وزارة التعليم. لا يمكن هذا النجاح أن يتحقق إلا بالشراكة من خلال مع وزارة التعليم. تم نشر العديد من القصص الوطنية عبر مجال الرواية، وكيف تحكي القصة اليوم فيها مستهدفات عظيمة، كيف تحكي القصة وكيف تعبر عنها بطريقتك. ففيها جانب جديد من ضمن المبادرات اللي تستهدف طلبة التعليم العام. اليوم هذه المبادرة لطلاب التعليم العام مرحلتين المتوسطة والثانوية، فيها الكثير من القصص، قصص أئمة، ملوك، أبطال شجعان من أفراد الأسرة السعودية المالكة أو من كل شبر من وطننا الغالي. الحمد لله الكثير من هذه القصص وصلت لأكثر من 190 حوالي 190 ألف طالب وطالبة شاركوا في المسابقة، ترشح لمرحلة أخيرة تقريبا 12 ألف مشارك. بعد ذلك تم أخذ أفضل 100 مشاركة، لأن شفتوا 12 مشارك من طلاب وطالبات التعليم العام. الحقيقة صراحة مشاعري جدا لا توصف، أني قدمت شيء وما كنت متوقع أني أفوز فيه أبدا، والحمد لله يعني فزت فيه. أولا طبعا التدريب مو كان من بداية مسابقة راوي الدرعية، من قبلها أنا مقدم برامج ومذيع ولحد الآن، وقبل كنت أشتغل على نفسي لهذه الفرصة. فالحمد لله أول ما جات مسابقة راوي الدرعية أنا كنت أشارك فيها من أجل هذا شغفي، وابدا ما كنت اعرف انه في سياره جائزتها. صراحه من بعدها زاد حماسي اني افوز، والحمد لله يوم فزت كنت جدا سعيد. تحدثت عن موقع حجر اليمامه الا وهو الرياض الحاليه، في من ضمن قصص راوي الدرعيه التي تضمنت 38 قصه. الشخصيه اللي تحدثت عنها شخصيه مانع المريدي. الشخصية هذه شخصية كان لها أحلامها وأهدافها، وأهم هدف لها اللي هو أنه يبني إمارته ومستعمرته في مكان هادي، ويكون إيش في أرض خصبة وهادية. طبعا هذا أهم أهداف مانع المريدي، أنه يكون له إمارته ويكون له أهدافه، وفعلا حققها وجو برضو من بعدها الأحفاد والعيال والأحفاد، وكبروا ووسعوا إلين ما وصلنا الحين الحمد لله فضل الله أمن ورخاء وازدهار واستقرار ما شاء الله تبارك.